السلام عليكم ورحمة الله من برنامج التغذية والتخسيس. ده البرنامج الثاني على قناة كابتن عربي عزام. إن شاء الله هنتكلم بتفصيل عن البرامج الغذائية والتغذية الصحيحة والصحية، وإزاي أعمل برنامج غذائي لنفسي وهعمله على أي أساس. بس قبل ما أتكلم في كل الحاجات دي، النهاردة هتكلم في حاجة بسيطة جدا لازم الكل يعرفها قبل ما يبدأ في البرنامج الغذائي أو الدايت اللي هيشتغل عليه. اول حاجه، انا عندي خطوات للرجيم، انا ملخصها كده بطريقه سهله وسلسه بس لازم تعرفها. اول حاجه، تحديد اهداف الرجيم. يعني ايه تحديد اهداف الرجيم؟ يعني انا لازم يكون لي هدف من الرجيم. يعني مثلا انا بعمل دايت وبمارس معاه رياضه. انا حاليا دلوقتي المدرب الفلاني، ايوه كابتن عربي، انا حاليا دلوقتي هشترك معاك مثلا 3 شهور. خلال الثلاث شهور دول انا عايز انزل مثلا 20 كيلو. بناء على ال 20 كيلو دول انا بديك نظام غذائي، طبعا بديك نظام غذائي صحي. بناء على النظام الغذائي ده بعمل لك برنامج تدريبي يتناسب مع النظام الغذائي اللي انت شغال عليه علشان نوصل لهدف ال 20 كيلو مثلا في 3 شهور. ده هدف، بس هنتكلم برضو، هنقول يعني ايه هدف. اولا لازم احدد اهدافي دي بدقة. يعني الاهداف، يعني مثلا الواحد عايز ينزل نزول سريع، واحد عايز ينزل نزول بطيء. هو طبعا ما فيش حاجة اسمه سريع وبطيء، هو في اللي هو النزول العادي الطبيعي بتاعك انت. انت دلوقتي حاليا بتاكل اكل صحي وبتمارس رياضة، اذا بتنزل نزول طبيعي، ولا هو اللي فيه سرعة ولا هو اللي فيه هيكون فيه ضرر عليك. تمام، ده بيكون بناء على النظام الغذائي اللي انت بتمشي عليه. دي اول حاجة بالنسبة للتحديد، اللي انا بحدد هدفي بدقة. تاني حاجة، بحط اهداف طويلة المدى وقصيرة المدى. زي ما قلنا من شوية، قلنا طويلة المدى انا عندي برنامج غذائي مثلا، او انا اشتركت 3 شهور مع الكابتن الفلاني او مع الدكتور الفلاني او في النادي الفلاني، عايز انزل 20 كيلو. ده هدف طويل المدى. بناء على هدف طويل المدى ده انا عندي هدف قصير المدى، كل اسبوع راح اوزن اشوف الوزن ده. انا مثلا نزلت في اول اسبوع 3 كيلو، 3 3 عندي في الشهر كام، ايه كام اسبوع عندي؟ 4، يبقى 3 في 4 ب 12 كيلو. اذا كده هدفي هوصل ليه بكل سهوله. تمام، طبعا ال 3 كيلو في الاسبوع دي كتيره جدا. انا اول اسبوع اقدر انزل 3 كيلو، بس بعد كده ممكن انزل 2 كيلو، انزل كيلو، انزل نص كيلو. ده معدل طبيعي في النزول. انما واحد يجي يقول لي يا كابتن انا عايز انزل 5 كيلو في اول اسبوع، انا عايز انزل 7 كيلو في اول، لا الكلام ده يعني غير صحي ومش مظبوط تماما. يعني اللي هيعملك الكلام ده بيضرك مش بيفيدك. ده حاجه. الحاجه الثانيه، انا دلوقتي حاليا زي ما قلت لكم، انا مثلا خلال 3 شهور عايز انزل 20 كيلو. نرجع لموضوعنا، فلازما يعني اول اسبوع نزلت 2 كيلو او 3 كيلو، لقيت نفسي ثاني اسبوع 2 كيلو كيلو، في اول شهر نزلت مثلا 8 كيلو. حلو قوي، 8 في 3 بكام؟ يبقى عندك كده هوصل ايه؟ هعدي ال 20 كيلو. تمام؟ اذا دلوقتي انا ماشي على هدفي صح. تمام؟ مظبوط؟ بس فبالنسبه ده للنظام الغذائي اللي انا ماشي عليه، اذا هو نظام غذائي ناجح. فانا خلال بناء على ال 8 كيلو، انا لو هنزل 8 كيلو كل اسبوع، فانا حاليا دلوقتي هيبقى عندي 24 كيلو في الثلاث شهور. اذا كده انا عندي الهدف قصير المدى انا وصلت له، والهدف البعيد المدى برضو ان شاء الله هوصل له بناء على ارادتي واستمراري في البرنامج الغذائي والرياضه. طبعا مفيش رياضه، مفيش برنامج غذائي بدون رياضه. دايت بدون رياضه هيحصلك ترهلات، رياضه بدون دايت ثبات في الوزن ونزول بطيء جدا 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 جدا. تمام، اللي انت هتاكله يعتبر هتحرقه اقل كمان. فانت لازم يكون عندك نظام غذائي صحي، ما دام انا عندي هدف عايز اوصل ليه لازم نظام غذائي مع الرياضه.
عندي بعد ما احط كده عندي تاني حاجه وضع الاهداف طويله المدى وقصيره المدى. عندي بعد كده الالتزام بالواقعيه. يعني ايه الالتزام بالواقعيه ده؟ يعني انا حاليا دلوقتي زي ما قلنا من شويه لازم اكون واقعي، انا مش هنزل 10 كيلو في اسبوع. تمام؟ يعني اول اسبوع نزلت 2 كيلو الحمد لله، تاني اسبوع نزلت كيلو كويس 100 100، تالت اسبوع نزلت نص كيلو كويس برضه مفيش مشكله. ده بيرجع للبرنامج الغذائي وده هنتكلم عنه في التفصيل. لما وزني يثبت هعمل ايه؟ في حاله ان انا وزني ما بينزلش هعمل ايه؟ طبعا ده بنغير نظام غذائي اوتوماتيك وهنعرف كل وكل جسم له نظامه، كل وزن وله نظامه، كل طول مع وزن معين له نظامه. ده بيرجع لنسبة الدهون في البطن، نسبة الدهون في الجسم كله، نسبة المية، نسبة اللي عندك. يعني بترجع مثلا لو واحد عنده أي أمراض لا قدر الله، تمام، سكر أو غيره، ده بيختلف. واحد عنده مشاكل في الغدة الدرقية، ده بيختلف من شخص لآخر. فإحنا لازم نكون واعيين جدا بالكلام ده، مش نظام وخلاص يا جماعة، مش نظام غذائي وخلاص، علشان ما النظام ده ما يستبدلش في اي تعب او امر لا قدر الله. لازم انا اكون واقعي في البرنامج اللي انا اشتغل عليه. يعني بالنسبه لل برضو في حاجه مهمه جدا، الوجبات السريعه. لازم يعني تؤمن بالحته دي، ان انت يعني انا مش هروح اكل من مطاعم واكل وجبات مليانه زيت وسعرات حراريه عاليه واقول ان انا كده ماشي على النظام، او انا ماشي مش عارف المطعم الفلاني بيعمل لك وجبات صحيه. ايا كان المطعم الفلاني اللي بيعمل وجبات صحيه ده، فده برضو هتلاقي اكله ويعني مش هيكون زي اللي انت بتعمله في البيت تماما. يعني ايا كان هقول لك ما بيستخدمش زيت، يعني هتلاقي بيستخدم بهارات مش سعرات حراريه عاليه جدا، بهارات غير صحية بيستخدم، لأن معظم المطاعم الأغلب يعني بيستخدم حاجات اللي هي اللي بتكون رخيصة يعني قليلة الثمن، يعني عشان يعرف يكسب، علشان يقدر يعني يغطي مصاريف الناس اللي عنده والكلام ده كله يعني. تمام؟ أيا كان برضو سعر الوجبة، يعني أيا كان رخيصة غالية، برضو الأكل اللي أنت تعمله في البيت هو ده الأكل الصحي 100%، اللي أنت بتعمله بنفسك، اللي انت مثلا زوجتك بتعمله لك بنفسها، فده بيفرق كتير عن اكل المطاعم او الاكل الجاهز. بعد كده عندي تغيير العادات. من ضمن الحاجات في الاهداف تغيير العادات. تغيير العادات ده يعني مثلا ما اكونش لازم يكون انا اكون متفائل قبل ما ابدا في نظام غذائي، لازم اكون متفائل اللي انا ان شاء الله، اللي هو من ضمن الاستعداد، الاستعداد النفسي. الاستعداد النفسي مهم جدا اكتر من الاستعداد البدني، اللي انا داخل النادي بناء على رغبتي انا، مش رغبه حد معين. انا اللي عايز اخس، انا اللي عايز شكل جسمي يكون كويس، انا اللي عايز امارس رياضه عشان مثلا اللياقه الادبيه عندي تكون كويسه جدا. تمام؟ الحاجات دي لازم تكون بناء على رغبتي انا. ما اقلقش، انا خلاص دخلت امارس رياضه، عملت نظام غذائي كويس، ابدا اشتغل عليه. يعني ممكن في البدايه اي حاجه انت بتعملها جديد طبيعي جدا بيكون لها يعني تغيرات عليك انت، تغيرات في النفسيه، في قلق شويه، قلق شويه عندك، طبيعي جدا. اي حاجه انت بتعملها جديده بتبقى ليها اثار، يعني ممكن تعب شويه، ارهاق شويه، طبيعي لحد ما تتعود على النظام ده. تمام؟ طبعا لازم تتابع الدكتور اللي انت بتعمل معاه او المدرب، الناس اللي فاهمه في النظام الغذائي، لازم او اللي ماشي معاك، مع يعني مش واحد يعمل نظام غذائي مع نفسه يعني، او يعني واحد بدين جدا، واحد مثلا فوق ال 100 كيلو وشغال نظام غذائي مع نفسه. فيعني يستحسن ان انت تتابع مع حد، تتابع مع مدرب فاهم، مع دكتور فاهم. المتابعه دي مهمه جدا يا جماعه، المتابعه مهمه جدا جدا لو انت عايز تصل لهدفك فعلا، وتصل لهدفك يعني في اقل وقت وفي نفس الوقت يعني على درجه من الفهم. يعني بعد كده لازم عندي هدف اسمه المرونه. المرونة يعني ايه مرونة؟ المرونة لازم أن أكون مرن، يعني في الأمور اللي هي الصحية والعادات الغذائية اليومية. يعني بدل ما أنا كل يوم بشرب بيبسي وآكل حلويات، لا، الحاجات دي لازم نوقفها أو نقلل منها على قدر الإمكان في بداية النظام الغذائي. يعني اللي بيحط لك نظام غذائي لو أنا واحد مثلا من الناس المتعودة على أكل الحلويات أو التمر أو غيره، تمام؟ أنا ببدأ أحط لك الحاجات دي في نظامك الغذائي بس بكميات قليلة جدا، تمام؟ علشان أنت يعني ما تكرهش النظام اللي أنت بتعمله، النظام هيكون فيه كل حاجة
بس بكميات قليله لحد ما نقضي على الحاجات الغير صحيه بالمره دي، تمام؟ واحنا قلنا من شويه تغيير العادات. تغيير العادات ده يا جماعه مثلا زي موضوع النوم، واحد تلاقيه بينام الساعه 3 الفجر ويصحى لك مش عارف 2 الظهر ولا كده يعني، ولا 1 الظهر او العصر، او الناس اللي بتنام بالنهار وتسيب الليل. طبعا الكلام ده يعني فيه مشاكل كتيره جدا وحاجه غير صحيه جدا مره يعني، لان احنا عندنا هرمون النمو بيشتغل من الساعه 11 للساعه 2 بالليل. يعني انا قبل ما تيجي الساعه 12 تمام المفروض اكون نايم، تمام، علشان اضمن الهرمون ده انا استفدت من شغله عليا انا. ده حاجه. الحاجه التانية اللي انا لازم أنا انام 8 ساعات، ما اقلش عن 8 ساعات، تمام؟ يعني المفروض دلوقتي انا انام 8 ساعات، اللي هو النوم الصحي اللي كل الدكاتره وكل الناس العلماء اتفقوا على، قال لك النوم 8 ساعات تبقى قايم نشيط جدا، جسمك كل اعضائك كل هرموناتك بتشتغل بشكل متفق جدا. برضو عندنا حاجه تانية، موضوع الفطار. الفطار جدا يعني حاجه مهمه جدا، لازم اكون افطر بعد ما اصحى من النوم ب 30 دقيقه بالظبط. ليه 30 دقيقه؟ لان عندي هرمون زي هرمون الكورتيزون مثلا بيشتغل، اللي هو هرمون الحرق، يعني الحرق بتاعك بيشتغل بعد ما تقوم من النوم ب 30 دقيقه. لو ما فطرتش يعني هيكون شغله مش زي ما انت تفطر في الميعاد ده بالذات يعني. فافضل شيء اللي نفطر بعد ما اقوم من النوم بنص ساعه. انا صحيت من النوم، اتوضيت، صليت، تمام، خلاص كده افطر، يبقى هو ال 30 دقيقه، افطر في خلال ال 30 دقيقه دول بعد ما اصحى من النوم. ده افضل وقت الفطار. مثلا بصحى الساعه 7، قبل ما اكون 7 ونص لازم أنا اكون فاطر. طبعا اتباع النظام الغذائي المتوازن. يعني ايه الكلام ده؟ المتوازن ده لازم زي ايه مثلا؟ اول حاجه تقليل السعرات الحراريه. اي حاجه بشتريها هتلاقي مكتوب عليها السعرات الحراريه بتاعتها، مثلا البيبسي اللي انت جايبه هتلاقي مكتوب عليه السعرات الحراريه بتاعته، ده بتختلف من شركه للتانيه، تمام، وحسب المنتج اللي انت بتشربه، تمام، والاكل اللي انا باكله، تمام. مثلا صدور الدجاج لما اشويها في البيت السعرات الحراريه غير ما انا اكلها بروست من الشارع يعني من اي مطعم. ده حاجه صحيه، انت بتستفيد بالبروتين بتاعها، تمام، بحاجه صحيه جدا، وفي نفس الوقت سعرات حراريه اقل، بستفيد بالبروتين اللي فيها بطريقه صحيه، غير ما انا اكلها في البروست مليان زيت وسعرات حراريه عاليه تتعدى ال 1000 سعره حراريه، وانا كده بتضر منها بزيوتها والحاجات دي. انا لما اعملها بزيت زيتون او اعملها بطريقه صحيه جدا في البيت، هنعرف الحاجات دي كلها ان شاء الله بالتفصيل. برضه حتى طريقه الاكل ان شاء الله راح نتكلم فيها في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. اختار اللي انا اختيار الاطعمه المشبعه زي ايه؟ اللي انا مثلا بالنسبه للكرب، الكربوهيدرات، انا بدل ما انا اكل خبز ورز والمعجنات والحاجات دي اللي فيها كارب عالي، ما انا ممكن اكل خضار، سلطه. احط دايما عندي عنصر اساسي في اكلي السلطه، وبالذات السلطه الخضراء، اي جرين سلطه، عنصر السلطه الخضراء في الاكل ده بيخليك تحس بالشبع بطريقه يعني سريعه جدا. واحنا عندنا ان اصلا المعده بتدي اشاره للمخ انه شبع او لسه ما شبعش في خلال 20 دقيقه. فانت خلال ما انت يعني واحد يفضل ياكل 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 يعبي بطنه لحد ما تبقى لحد ما بطنه هتتفرتك ولسه يحس انه ايه، انه لسه جعان. زي ما قلنا اختار الاطعمه المشبعه. اللي انا بدل ما اكل كارب اللي هو الكارب اللي زي الرز والخبز، لا ممكن استبدل الحاجات دي كلها بالسلطه الخضراء، الحاجات اللي بتشبعني، تمام. ده بالنسبه لحاجه. واختيار الأطعمة الصحية، إيه الأطعمة الصحية؟ اللي هي النباتية. الكرب النباتي زي ما قلنا ده صحي جدا، ممكن برضو بالنسبة للخبز أو العيش عموما يعني، تمام؟ آخد الخبز الأسمر وأقلل منه. الخبز الأسمر بيديني إحساس بالشبع بسرعة، وفي نفس الوقت باكل منه كمية قليلة مش كتيرة. يعني لما اكل، لو انا اضطريت ان انا هكتب في البرنامج الغذائي خبز، يبقى خبز بر، خبز اسمر، او التوست البر، او النخاله، الحبوب الكامله اللي هي الصحيه العضويه. بالنسبه مثلا كالزيت، بدل مثلا ما انا هاخد زيت مهدرج زي زيت مش عارف، بدون ذكر شركات معينه، اي زيت مهدرج زي دوار الشمس وغيره الحاجات من دي، انا يا اما استخدم زيت الزيتون، او لو انا ما عنديش زيت زيتون مش هقدر استخدمه يبقى زيت ذره، تمام، يبقى يا زيت زيتون يا زيت ذره، واقلل على يعني ما كترش منه، هي معلقه
معلقتين على مدار اليوم كله بالنسبة للزيوت. عندنا بعد كده تقليل تناول بعض الأطعمة. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا اي حاجة فيها نسبة دهون عالية دي اقلل منها على قدر الامكان، وبدل ما انا استخدم الدهون اللي هي بتاع اللحوم والكلام ده، لا انا ممكن استخدم الدهون الصحية زي الدهون اللي في المكسرات، او طبعا الكاجو، اللوز، يعني الجمل، الحاجات دي دهون صحية 1000%، وفي نفس الوقت انت هتستفيد من البروتين بتاعها، وهتفيدك كمان في الحرق وفي حاجات تانية كتير بعدين هنتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. وفي نفس الوقت سعراتها الحرارية اقل بكتير من حاجات تانية. بعد كده اتباع العادات اللي هي الصحية، زي اللي انا بعد ما اتعشى او بعد ما اتغدى يعني اتحرك شويه، ما اكلش يعني، ما يعني انا حاليا دلوقتي هاكل وانام، طبعا غلط. اكل واتحرك شويه يعني، او مثلا عندي تمرين بعد ما اتمرن ان شاء الله اخد تمرينتي اروح ايه اتغدى، على حسب البروجرام بتاعك او انت بتتمرن الساعه كام، ده برضو هنظبطها في وقتها ان شاء الله. بالنسبة برضو بالنسبة اللي انا ادون التغيرات الممارسة البدنية بتاعتي، يعني مثلا انا بتمرن حاليا دلوقتي النهاردة اخدت 20 دقيقة رياضة، المفروض بعدها بيومين ثلاثة اخليهم 25 30، ازود في الريتم بتاعي علشان معدل الحرق يعلى وانزل اكتر، وفي نفس الوقت اوصل لهدفي بسرعة. ممارسة النشاط البدني اللي هي الرياضة، طبعا المفروض لو انا هو ينصح النصيحة بتاعت الدكاترة وعلماء الرياضة، تمام، ودكاترة التربية الرياضية بيقول لك بينصحوا ان انت اقل شيء انك تمارس رياضة في الاسبوع ساعتين ونص، اقل شيء ما تقلش عن كده يعني، يعني بمعدل كل يوم 25 دقيقة 30 دقيقة في اليوم على مدار الاسبوع. يعني انا حاليا دلوقتي عندي هدف كل يوم لازم 30، مش ما يقلش عن 30 دقيقه رياضه، ويختلفوا كل يوم المفروض يكون في اختلاف في الرياضه. مثلا انا بدات بالمشي، لازم المشي ده يكون فيه سرعه، ابدا هرول، انا هرولت لازم يكون فيه سرعه، اسرع اجري، تمام، انا جريت وهرولت وعملت كل حاجه، اعمل بقى تمارين رياضيه، تمام. التمارين الرياضية دي طبعا عندي برنامج اللياقة البدنية والتخسيس ان شاء الله راح احطه برضه في الوصف للي حابب ان شاء الله يبدأ الدايت مع الرياضة، ده طبعا ده الصح. طبعا هيكون في اكونت اللي حابب يتواصل معايا، اي استفسار اي حاجة، اكونت الفيسبوك، تويتر، انستجرام، اللي حابب يتواصل معايا مع اي تواصل فيهم يعني. ده بالنسبة كان دي كده آخر حاجة في بالنسبة لخطوات الرجيم الصحي والصحيح. إن شاء الله خليكم على تواصل معانا دايما، وتابعونا في الحلقات القادمة إن شاء الله عشان نتكلم على برنامج الدايت. أول برنامج هنبدأ بيه هو برنامج السعرات الحرارية ان شاء الله. انتظرونا الحلقة اللي جاية، لو عجبك الفيديو او انت استفدت منه ان شاء الله ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، وان شاء الله اتمنى ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية تعجبكم والفيديو ده تكونوا استفدتوا منه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.